صباح الخير ورباح، مرحبا بكم مستمعين على امواج راديو دوزا. مرحبا بكم في كل وقت معا. اليوم هي الثلاثاء، سعداء بلقائكم من جديد من خلال هذه النافذه ديال التغذيه اللي تنطلعوا لكم منها يوميا بمعيه السي نبيل عياشي. صباح النور. صباح الخير لسميره، وصباح الخير الساده المستمعين، وبدايه اسبوع يوم ثاني في بدايه الاسبوع موفقه ان شاء الله. الله يرزقنا من الامطار ياك سيدي. امين امين امين، محتاجين ليها. كنا هاد اليامات خدينا طريق مراكش وشفنا بان الارض محتاجه بزاف للمياك. نعم اكيد، يعني في المغرب كله محتاج. نتمنى الله سبحانه وتعالى يكرمنا بعد نزول زخات مطريه على قد نفع ان شاء الله. ان شاء الله. من بين الاشياء اللي ستحتاج بزاف للمياه واللي هي خاصيه ديال المغرب، نقدروا نتكلموا على الحوامض. نعم. والحوامض غادي نتكلموا بالاخص عليها اليوم، على الحامض، الليمون الحامض، او كاين اللي سعيت ليه كاين الحامض ولا تعيطوا ليه الليمون. الليمون ولا الحامض تعيطوا ليه الليمون. شفنا هذاك البرتقال، هذاك البرتقال. دونك اليوم حنا غادي نتكلموا على الصفر. الليمون تعيطوا ليه في الدار. الحامضه الحامضه فوالا هي اللي غادي نتكلموا عليها. واللي الحامضه الحلوه ولا الحامضه الحامضه؟ ما كاينش حامض حلو سي نبيل عياشي. دونك الحامض شفنا بان هذه وقت الحامض، حامض بوسره الوقت ديالو. هادي الناس اللي بغاو يصيروا الحامض، هذا وقته باش يشريوه. دونك الحامض معروف عندنا، كان دائما حاضر في الطبخ المغربي، طبعا حاضر في المشروبات المغربيه، حاضر في العادات المغربيه كذلك. الحامض معروف بالغنى ديالو بالفيتامين سي، طبعا ما كانش يكون موجود دائما كل سنه، فتيخصنا في المطبخ ديالنا يعني مرات عديده في السنه. غير مؤخرا نخرجوا انواع اخرى ديال الحامض. نعم. كنا تعرفنا على الحامض كات سيزون. بغينا نعرفوا شنو هي الانواع ديال الحامض، شنو هي المنافع ديالها غذائيا. فاكيد ان الحامض كيف ما شرتي هو من اكثر الاغذيه الغنى بفيتامين سي، وهذا هو النقطه الايجابيه ديالو، ولا النقطه يعني لو بوين فور اللي كاين في الحامض. ولكن هذا ما تيمناش ان فيه مكونات غذائيه اخرى. ولكن انا غنبدي لك واحد المساله اللي هي مهمه واللي هي ضروريه، وان الاغلبيه للاسف ان النقطه الايجابيه في الحامض ما تتكالش او لا ما تتخادش. القشره والعظم، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو ان طريقه استعمالنا للحامض للاسف انها في الكثير من الاحيان ماشي غنقول خاطئه، ولكن ما تنستافدوش منه بزاف، لان الاغلبيه تياكلوا وتشربوا الحامض ما تياكلوهش. يعني الأغلبية الأحيان تنديروا الحامض عصير، ما تناخذوش كفاكهة لأنه عبارة عن فاكهة، والفاكهة خاصها تتكال. نبي عياش غناكلوا الحامض كي غادي نديروا ليه هو حامض. واش غنديروا ليه؟ نعم مازال طيب، واخا جو كومبخون بيان، تنديروا التفل ديالو والعصير ديالو، تنديروه في البقولة مثلا. نعم. يعني نستعملوه مع مواد أخرى، تنتفهم هذه القضية، ولكن باش ناكلوه بوحديتو صعيب شوية. لا، ما هو من الأفضل أنه يتكال، وباش نبغيو ناكلوه باش يعني، لأن دابا عطيتينا طريقة أن ناكلوه مع البقولة. راه ممكن الحامض يتقطع طريفات صغار ويتكال مع البقولة. حيت بزاف الناس يعني تير الحامض تيستعملوا غير العصير ديالو وتيرميو تما باقي. أنا تنستعمل التفل. ألوغ ممكن أننا نقطعه ونطيبه سواء مع البقولة ولا مع الطاجين، غير هو في هذه الحالة هذه باش ما غنحسوش بهذاك المذاق ديال الملوحية اللي بعض الأحيان مع الملحة تولي مرورية. ما خصناش نديرو ملحة، تيدا الحامض بوحدو. ولا نقول لك واحد القضية. نعم. مثلا أنا عارفة بحال دابا فاش نطيبوا الحوتة، هذوك لي غوندير ديال الحامض اللي سنحطو فوق منها خصهم يتكالوا. ولكن في العادة ديالنا بحال دابا أنا الوالدة قالتها لي، هذيك طفت الحامض لما درتيش منه شويش الملحة الفوق تيمرار مع الطياب. الحامض تيمرار، دونك خاص ولا بدا شويه المليحه. ماشي علاش تيمرار؟ حيت هذيك المروريه، دوك لي زاسيد اللي كاينين في القشره هما اللي تيدوزو، حيت القشره مره هما اللي تيدوزو تيخليو الحامض انه يمرار. دونك الناس اللي ما تيتقبلوش هذاك الماء، هو ماشي مر لدرجه انه ما يتكالش، هي المر الناس اللي ما تيتقبلوش هذاك المذاق ممكن يحيدوا القشره وغادي يطيبوا الحامض هو هكاك. ولكن ما نبقاوش نعتمدوا، حيت المشكل اللي كاين في الحامض هو ان للاسف الاستهلاك ديالو ما كاين، ماشي استهلاك يومي. في حين ان الاستهلاك ديالو خصو يكون استهلاك يومي. وفي المدرجعات الاستهلاك ديالو اليومي، تكلمنا شحال مره على هذوك المشروبات ديال الديتوكسيفيكاسيون. نعم. تندرو شويه الماء مع شويه قطرات ديال الحامض مع شويه ديال الخيار. قلتي زعما ماشي هي الطريقه الانجع باش ننقيو الجسم ديالنا من السموم. علاش ماشي هي الطريقه الانجع؟ لان شوف على سميره، نقول لك واحد المساله. لو ان الناس يحترموا النظام الغذائي ديالهم، شتي راه الخبز
الخبز غيولي تداوي والخبز غيولي تنقي الجسم. راه هذيك البقوله غتولي تتنقي الجسم، راه زلافه العدس غتولي تتنقي الجسم لو ان الناس يتبعوا ويحترموا امور اخرى. فما يمكنش حنا، لان الجانب النفسي هو اللي تاثر بشكل كبير. تتلقى السيد خارج بيترو ديال الماء فيه دي مورسو ديال السيترون، سي بيان سي اون بون شوز، حنا ماشي ضد، ولكن نفسيا هو بالنسبه له بما انه شرب في النهار هذيك القرعه فيها الحامض راه دار لي عليه، بوتو سبيرميتر ابخي، يعني الى الدغوا انه يدير ما بغى. هنا كاين خطا، راه هذا يا با داليمون ماجيك. ما يمكنش انت واكل التبصيل ديال الفريت وفي الصباح واخد قرعه ديال الماء بالحامض وتتقول لهم الاطفال الان ناخذوا مثال للتلاميذ. التلاميذ الان يعني الاطفال الان اللي كاينين اطفال المراهقين طبعا للاسف، لان كاين هناك علاقه كبيره ما بين هذا التغير. الان الاطفال عطينا غير المشروبات الغازيه والمقليات في الزيت والسندويتشات، ولكن غنرجع دائما غنقول هذيك الاغذيه اللي تنهضروا عليها واش تيعرفوها؟ اكيد انه ما تيعرفوهاش. زريعه الكتان والنافع وحبه حلاوه والزنجلان والصانوج وسيكوك وطيبو هاري الى اخره، ما غاديش يعرفوا هذا الشيء. فمنين تيولي الشخص انه يعتمد فقط على هذه الاغذيه هذه ولا يدخل ولا يستهلك اغذيه اخرى بحال الحامض اللي خصها تخاد بشكل يومي. واخا نعرفوا المكونات ديال الحامض من غير الحموضه ومن غير فيتامين سي اللي جو الناس يعرفوا هي المكون الاساسي ديال هذه الفاكهه، هذيك فاكهه طبعا طبيعه الحال. نعم. شنو هي المنافع ديال الحامض على الجسم ديال الانسان؟ الوغ خصنا ذكرتي قبيله لا ديتوكسيفيكاسيون، هذا ديتوكسيفيكاسيون نعم صح انها كاينه. علاش انا قلت انه خصو يتخاد يوميا؟ لان في جوج ديال المكونات اللي هي مكونات رئيسيه. الوغ كاين عندنا لاسيد سيتريك ولاسيد مالك. هاد لاسيد سيتريك الاسيد مالك اشنو تيديروا؟ تيمشيو تينقيو لنا الكبد بطريقه جيده، ولكن ديك الشيء اش نهضر انا بشكل يومي؟ لان غتاخذ الحامض ولا غتاخذ، حنا ما تنهضروش اننا ناخذ ربع عاد الحامضات في النهار، راه نص حامضه كافيه، وغنطيب بها وغندير معها مثلا في, 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 في العصير وغنديرها، يعني خصو يكون داخل، خصو يكون داخل في العادات الغذائيه. لو ان الناس يبعدوا يحيدوا الملحه ويعوضوها بالحامض يكون احسن، يكون افضل، ماشي غير احسن، يكون واحد شيء عظيم جدا لو اننا نبعدوا نحيد نعوضوا الملحه بالحامض. لان الحامض صعيب شي شويه، يعني الملحه ما كاينش اللي يعوضها. سي الحامض تي الملحه اصلا ماشي ضروريه، كاين بزاف اللي يعوضها. الملحه هي مساله زائده في الاطباق ديالنا تدار باش نعطيو واحد المذاق، ولكن المذاق بالملحه تنغطيو المذاق ديال الاكل ولا ديال الغذاء في حد ذاته، في حين ان اضافه الحامض ما غاديش يأثر بشكل كبير. بالعكس غادي ينفعنا بطبيعه الحال، لان هذا الفيتامين سي اللي هضرنا عليها، التناول ديال الحامض او الاستهلاك الحامض او الاستعمال الحامض، لان ملي غادي تطيب الطنجين بالحامض اشنو غادي يوقع؟ هذيك لا فيتامين سي غترفع من نسبه امتصاص ديال ماده الحديد، وبالتالي غنقيو نفسنا من المشكل ديال فقر الدم اللي الاغلبيه تعاني منه، خصوصا الاغلبيه ديال النساء. هذاك هذا الفيتامين سي اللي تنهضروا عليه اللي هي مضاده للاكسده واللي هي مضاده للسرطانات الى اخره، اللي كاينه في الحامض غنكونوا اننا بدينا تندخلوها بشكل يومي للجسم ديالنا. لان راه الحامض ما كاينش غير في الليمون، وماشي الليمون هو اللي فيه بزاف فيتامين سي، ما كاينش غير في الليمون، وماشي الليمون هو اللي فيه بزاف فيتامين سي، راه الحامض فيه اكثر من الليمون اللي هو البرتقال باش نميزو. فكاين تكلمتي قبيله على هذيك المذاق المر، راه هذاك المذاق المر هو علاش تنقلبوا؟ هذاك السبب ديالو هو ديك الجلوكوزيدات اللي كاينين فيه، وهذيك المروريه اللي هي مخلطه مع الحموضيه هي علاش تنقلبوا. اللي لاحظت سي نبيل عياشي في طيله هذه الحلقات كلها ديال كل وسمعن، اكتشفت بان المواد اللي فيها المروره والمواد اللي حاره يعني فيها منافع كثيره، علاش تنهربوا منها؟ علاش يعني هذا لو كونتراست كاين ما بين لو بالي وما بين الحاجه ديال الجسم الانسان؟ سؤال مهم وسؤال رائع وسؤال عجبتيه سلام. الوغ انا نقول لك علاش، لان كاين هناك مشكل كبير الان، وهذا مشكل بصح اللي مطروح، وربما نديروا حلقه على هذا المشكل. هذا هو ان الاطفال ولا الشباب اللي طالعين الان ما بقاتش عندهم الحاسه ديال الذوق. يعني ولاو تيميزوا بين جوج ديال الاذواق ولا ثلاثه، يعني يا اما عنده حلو او لا عنده مالح او لا عنده حار. علاش؟ هذا راجع لاستهلاكهم المجموعة ديال المواد حافظة ومجموعة ديال المكونات اللي هي غير صحية، الحلويات وديك لي غوم اللي فيهم واحد المذاق تري بيكون تري تروب الفي اكسيتيرا اكسيتيرا، فهذا تيأثر بشكل سلبي على الخلايا ديال المذاق اللي عندنا في اللسان ديالنا. الابعد من هذا انه تيقدر كاين بعض المواد الحافظه تتقتل هذيك الخلايا ديال المذاق، دونك ما تيبقاش تذوقوا ما تيبقاش هو عارف هو تياكل بعينه او لا تياكل بالموضه، يعني تيشوف صحابه واكلين تابع وهاي تابع وغادي ما عارفش شنو تيدير. وهنا فين كاين المشكل، ان لان ملي تنهضروا على المذاق مر، علاش نقولوا ان المذاق مر خايب؟ راه ما خايبش، راه انت تاكل فلفله حاره
وتيجيك المذاق اللي شكون اللي صعيب، واش المروريه ولا الحروريه؟ حروريه. وتيجيك المذاق المره خايب. هنا كاين اولا الجانب النفسي، الاستعداد النفسي اللي ما كاينش، غنرجع دائما والتربيه الغذائيه كذلك، التربيه الغذائيه. وكاين هناك فقد لبعض الخلايا ديال المذاق اللي ما بقاتش عند الناس، عند الاطفال خصوصا الجيل اللي طالع الان، لان من صغرهم ما ولفوش، لان الاباء ما عطاوهمش او لهما ما بدلوش مجهود باش انهم يعرفوا. لان ملي تتولف هذاك المذاق المر، يعني نعطيك مثال الان بومبلوموس مثلا. البومبلوموس كاين الناس اللي تيشرب البومبلوموس ما عندوش فيه مشكل، خاص اللي ولا بدا يدير فيه الحمض السكر. فهنا يعني هنا مساله، اولا مساله يعني ابيتود، مساله عاده ومشكل ديال انني حيت انا تنقول واحد المساله، انا ملي تنكونوا عارفين واحد القيمه الغذائيه ديال واحد المنتوج يعني خاصنا ناخذوه. يعني بون بعض الاحيان ماشي راه في حياتنا، في حياتنا دون مانيير جينيرال، ماشي غير في الماكله، في حياتنا راه تنشحن حاجات في حياتنا دائما الممنوع مرغوب والعكس صحيح، وشحن حاجات نديرها بالزمننا. واش كاين شي واحد فينا كراه يبقى ناعس حتى 10 الصباح والفلوس داخله ومتكي مع راسه؟ ما كاينش. في الماكله احسن بزو علينا الحوايج اللي تفيدنا ولكن ما تعجبناش. ملي تتبقى تاكلها اليوم وغدا وبعد غدا وبعد غدا تتولي عندك عاده. يعني ما كاينش شي واحد اللي تيتزاد من الاول عارف يدير شي حاجه ولا مولف ياكل شي حاجه. لهذا ملي تنهضروا على الحامض ربما الوقت ما بقاش، فالحامض مثلا هو يدخل في وقاية من بين الأغذية الأولى التي تدخل في وقاية من سرطانات الجهاز الهضمي، وهنا تنهضروا على الفم، تنهضروا على الأنبوب الهضمي، وتنهضروا على المعدة، وتنهضروا على الأمعاء والقولون. والقولون كاين الناس كاين واحد الفكرة شائعة تقول لك الحامض تضعف القلب، هذا خطأ، هذه فكرة يعني شائعة خاطئة لا أساس لها من الصحة. والحامض تضعف توكوخ؟ لا ما ماشي لا شوف 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 ما كاينش شي غذاء اللي تضعف بوحدو، ما كاينش شي غذاء اللي تغلط. يساعد بنسبه 0.01% انهم يطردوا هذا، ولكن ماشي ناكل الحامض ولا نشرب الحامض وندير معاه حوايج غير ما نديروش حوايج حدا اخرين، غير نعاونوا بالحامض. نعاونوا نعم ممكن نعم جيد. واخا الفرق ما بين الحامض اللي كاين من الحامض بوسره البلدي والحامض كات سيزون والحامض الخضر، كاين هناك فرق في غذائيا يعني؟ بطبيعه الحال كاين هناك فرق غذائيا، بما انك انت قلت لنا الالوان تدل على الحوايج، يعني كاين هناك فرق الان راه حيت هادو كاين اشجار اللي هي مستورده وكاين اشجار اللي هي مغربيه. الان كاين الموندارين كات سيزون غين على طول العام. فهذه امور احنا ما انا شوف انا ما تنبغيش ندخل في التفاصيل اكثر. غير كلوا الحامض، غير ياكلوا الحامض. واخا تصيير الحامض، الحامض مصير مزيان مزيان طبعا. نعطي طريقه ديال تصيير الحامض، هي بديهيه كلشي انا ما كاينش. شوف الحامض مصير انايا عندي كل عام زي خاصه خبيه ولا بدا ولا بدا، حيت انا كبرت في دار عندنا الحامض مصير الفلفله مرقده حلوه حتى التربيه الغذائيه اي، وكان عندنا الزيتون حتى هو، وفي دار دابا كاين الزيتون وكاين دونك ماماك الله يطول عمرها زرعت لك الشوكه ديال هادشي تماما تماما تماما. دونك الحامض مصير سهل دابا كاينه الوقيته ديال الحامض بلدي، حامض بوسره تتحمقني ريحته وعزيز عليا ذاك الحامض انا بزاف بزاف بزاف. غتقتنيو منه، حاولوا تاخذوهم كبارات صفرين ما يكونوش خضرين يعني طيبين، تاخذوهم تغسلوهم مزيان لقدرتو تشيتوهم كاع، غتفلحوهم على اربعه، غتعمروهم بالملحه وديروهم في قرعه ديال الزاج. فاش تحطوهم في الزاج تحاولوا تزيروهم وحده مع الاخرى، كل وحده تعمرها بالملحه، تزيروهم 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 عاد تسدوا عليهم القرعه. ما زدنا لا ما لا خل لا حامض لا حتى حاجه، لا عصير حامض فيديو. علاش بغينا هذا الحامض حتى يطلق الماء اللي عنده، لان زيرناه بالملحه، خليه ليل ونهار تيطلق الملحه ديالو الماء ديالو مع هذيك الملحه عاد باش نعمروه بالماء. فاش نعمروه بالماء ضروري هذا الماء يفوت الحامض، والا غادي يصوف لينا من الفوق. دونك الماء خاصو يفوت لينا الحامض، خاصنا يغطيوه. وغنعطيكم واحد الحيله باش ما يسوفش هذا الحامض وما يخماش لينا، ديروا واحد المعلقه ديال الزيت، هذه المعلقه ديال الزيت تجي بحال غشاء، بحال اللي غطيتوا هذاك الماء بغشاء، فبالضروره ما غاديش يسوف لكم ما غاديش يخماش لكم. وبالصحه والراحه هذه وقت الحامض مصير ديروا، انا تنديروا مره في العام، مره واحده تنتقدى كيلو الحامض، تنفلحو تنعبروا بالحامض تنديروا في القرعه تيضرب لي العام كامل. تبارك الله عليك، شكرا والى اللقاء. الى اللقاء، شكرا زميلي.